احنا لازم نعمل محضر. انا عرفت ممكن تكون فين. يا قرصة ودني بس يا حالة كده، ما اشوفش خلقتك تاني، انسيني عشان انساكي، وإلا انت عارفة الباقي. على فكرة بنتك على بوابة النادي مستنياكي. حبيبة حبيبة ماما حبيبة انتي كويسة انتي فيكي حاجة يا ماما، فيكي حاجة، انتي كويسة الحمد لله. يلا انتي كويسة يا ماما، انتي كويسة. تعبانة قوليلي فيكي حاجة. الو وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي. انت فين؟ هنتقابل امتى؟ ما تقلقش الفترة اللي جاية هتشوفني كتير. يا ريت حالا. انت ما تعرفيش انا بقيت بحب القعدة معاكي ازاي. مش عارف، بقيت برتاح نفسيا بجد وانا بتكلم معاكي. اوعدك اني مش هيبقى ورايا غيرك بعد كده. اما نشوف. هتشوف. لا بجد هشوفك امتى؟ قريب قوي. بقولك ايه، انا قريب والكلام ده ما بياكلش معايا. انا عاوز ميعاد، انا عاوز اشوفك. هبقى اكلمك ونتفق. اوكي هستنى مكالمتك. باي باي. وحشتني. حضرتك لسه صاحية؟ مش كفاية اللي عملتيه؟ كمان جاي آخر الليل؟ أنا عملت إيه يعني يا دكتورة؟ وبعدين ما أنتوا اللي مشيتوا وسبتوني زي الكلبة كده قاعدة أغني لنفسي. مش عايزة أسمع حاجة خلاص. مش متصورة إنك تعملي كده قدام الناس. يا دكتورة أنا قلت أعيش الحياة شوية. وبعدين يعني هو إحنا كل يوم بنروح مكان نضيف زي ده؟ قلت خلاص مش عايزة أسمع حاجة.
كنت فين لما البنت اختفت؟ ها؟ حالة بتعملي ايه من ورايا؟ وطي صوتك يا انس من فضلك، انا ما صدقت اني نيمت البنت، وكفايه الفزعه اللي شفتها النهارده. خايف عليها قوي؟ امال مين كان السبب في اللي حصل؟ خلاص اللي حصل مش خلاص يا حالة، مش خلاص. انا قلت لك قبل كده ابعد عن البنت. ما بتسمعيش كلامي ليه؟ ايه اللي وصل الراجل انه يخطف البنت؟ عملتي ايه؟ هو مجدي محتاج ان انا اعمل حاجه عشان يعمل حاجه زي كده؟ هو انت ليه محسسني انك مش عايش معايا؟ حالة قلت لك قبل كده ابعدي عنه، وبكررها لك، ما دام وصلت للبنت يبقى كفايه كده. الله، طب ما هي بنتي انا كمان يا انس، وخايفه عليها. خلاص حسسيني اني خايف عليها، مش خايفه على الفلوس وخايفه على الورث. وهي الفلوس دي لمين؟ مش ليا وليها؟ مش عايزينها يا حالة، مش محتاجينها. كل اللي احنا عايزينه ان احنا نربي بنتنا بس. لا يا انس بقى، انا مش هسيب حقي. ماشي يا حالة، براحتك، بس اعمل حسابك بقى، لو حصل حاجة لحبيبة هتبقي انت اللي أذيتيها. والله يا اخي انا ما بقتش فاهم، الناس بقت غريبه قوي. قال ايه يا سيدي؟ اللي اسمه عثمان عايز يروح يحج. طب ما يحج، انت مالك؟ عايز مياه يا مجدي. مياه؟ اه. لا بلا وجع قلب. مش كده؟ بس اعرف برضه ان كلمه حج دي ليها شمخه كده. الحج راح، الحج جه. تعالى يا حج. يعني انت ممكن تسافر وتعملها؟ لا 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 لا، انا ماليش في الدور ده. انا اخد المياه في حضني وانا اللي اطوف حواليها يا حبيبي. ايه ده؟ مين ده وعايز ايه؟ هو عارفني كويس. انا اذنك اخش بس مع الدكتور. طيب ماشي ماشي، خلاص انا في الوكاله جنبك بالاذن. يا دكتور. شوف يا مجدي، أنا ماليش دعوة بالقرف والمشاكل والورث اللي بينك وبين بنت أخوك. أنا جاي عشان أحذرك، لو قربت من بنتي تاني بعمرك. أنت جاي تهددني في وكالتي هنا؟ اطلع بره بره. قسما بالله يا مجدي، لو قربت من بنتي لا هموتك. أدفنك هنا حي. اطلع بره. أنا قلتها لك وخلاص. خدوه من هنا. امنع مراتك عني، امنعها عني لو خايف على بنتك. كوابيس تاني؟ ما بقتش قادر انام يا نسمة. نفسي انام مرة اصحى فرح. استغفر الله، استغفر الله. نفسي اصحى اتنفس. كل يوم موتة شكل، كل يوم موتة شكل. معلش يا حبيبي، معلش معلش. استغفر ربنا كده واشرب بق مية وحاول تنام تاني. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
لا 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 ما ينفعش أنام تاني يا نسمة، ما ينفعش أنام. أي حاجة في الدنيا أرحم من اللي بشوفه جوه النوم. خلاص 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 بلاش نيم، أنا هفضل صحية جنبك. اهدى حبيبي. أنا لازم أصحى يا نسمة، لازم أفضل صحية. طيب يا بابا اشرب بس بق مية، يلا بابا. لازم أفضل صحية على طول. مالك ياض قاعد مضروب على قلبك ليه كده؟ مالك؟ مفيش، أنا كويس. مالك بترد رد زي البنات ليه كده؟ مفيش أنا كويس. ما تسترجل ياض وتنشف ردك. جرايه يا بنت ما تتلمي. الله، ما أنا مش فاهم بصراحة، إحنا خارجين مع بعض نعمل إيه؟ أنا قلت قبل كده إن أنا هخرج من حواراتك أنت وأميرة خلاص، لأن بصراحة كل ما بخرج معاكي بكتشف إنك بتغذي أميرة بيا، وأنا مش فاضي لحوارات أميرة ولا حواراتك. طب والله العظيم أنا خارجة معاك المرة دي مش عشان أغذي البت أميرة. أمال عشان تغذي مين؟ مش عشان أغيظ حد. بصي بقى بصراحة من غير زعل، أنا مش عارف أكمل معاكي، لأني حاسس إن أنت عمالة تلفي وتدوري وبتشتغلي. ده أنا اللي كنت دايبة في دباديبك اسم الله. جرأة إيه يالا في إيه؟ ما أنت عارف كل حاجة ومرسياك عليها من الأول، وأنا كنت ضحكت عليك يعني؟ هو أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ هو أنت كنت معدي ولا جاي بالصدفة؟ ولا مراقبنا؟ لا أنا مش مراقبكم ولا حاجة، أصل أنا لقيتكم قاعدين فقلت الأصول يعني إن أنا أجي أسلم عليكم. وبعدين يا أستاذ مراد مترسلك على بره، يا كيتي يا أميرة. ما تلم نفسك يا سارينا، عيب عليك. هو عشان خرجت معاها يعني شوية خلاص بقت خطيبتي؟ ما تتلم يا جدع. وأنت أصلا بتشرح له ليه وهو ماله؟ خاطب أميرة ولا خاطبني؟ أنت إيه اللي دخلك؟ وبعدين أنت مش عملت الواجب، فضل بقى طرقنا. أنا غلطان يا كيتي. أنت كنت عارفة إن هو جاي؟ هعرف منين يعني؟ لا طبعا معرفش. تشرب إيه؟ اطلب لي قهوة النبي. كفاياك قهوة. أنا بس فاصلني في حالي، مش طايق نفسي. وإيه الجديد؟ ما أنت طول عمرك مش طايق نفسك. أنا بجد مخنوق، أنا حاسس إني خدت على قفايا. راجل عم حالي ده راجل غريب جدا، ده مريض بظلم الناس، راجل جواه حقد وشر يملى الدنيا كلها. وأنت مالك ومال؟ يعني إيه مالي ومال؟ كان لازم أواجهه عشان خاطر حالة. تخيل لما تتهم من نفس الشخص مرتين، مرة عشان رايح تاخد حق مراتك وتوقف عاجز مش قادر حتى تدافع عنها، والمرة التانية عشان بنتك. المرعب في الموضوع إن كل ده بيحصل وأنا لسه عايش على وش الدنيا. أنا خايف على حالة وحبيبي أوي.
فين؟ هو ايه؟ نسمة! مش وقت عم التحوير ده معايا خالص دلوقتي! فين الزفت الترامادول؟ وانا مالي؟ هو انا ديلر بتاعك؟ بقولك ايه؟ الاسلوب ده مش هينفع معايا دلوقتي خالص! انت مش عارفة انا ايه في دماغي دلوقتي! انا في حرب جوه! في مجانين بيضربوا في بعض! انت اللي عامل في نفسك كده يا يحيى! انت لازم تبطل الزفت اللي انت بتتعاطاه ده! انت مش شايف نفسك! مش شايف نفسك وصلت نفسك ليه؟ بقولك ايه؟ هو انت ما بتفهميش؟ ها؟ ما بتفهميش؟ خلاص بقولك الاسلوب ده مش وقته معايا خالص. عارفه فين الترامادول؟ قولي. مش عارفه؟ سيبيني في اللي انا فيه. ما اعرفش حاجه. اسالي ست حلا بتاعتك دي، يمكن تكون شايله لك شنتين ولا حاجه. مفيش فايده فيكي، مفيش فايده فيكي. اوعي رايح فين؟ اوعي رايح فين بس؟ هكون رايح فين انا؟ هكون رايح فين؟ راح اشوف اي مكان بيبيع. هكون رايح فين؟ طب ما تروحش لوحدك. اوعي. طب خلاص انا جاي معاك. مش عايز حد. بس اهدى بس. اوعي حبيبي. مالك يا حبيبتي ساكتة ليه؟ اجيب لك تاكلي؟ لا. طب ايه رايك تيجي نلعب مع بعض بالعروسه بتاعتك؟ مش عايزه. طيب ما تيجي نقوم ننام بقى. يلا يا نهار اسود ومنيل بستين نيله فوق دماغك. عرفت بقى انا قافله منك ليه؟ عشان واد عصب ومالكش لازمه. عارف اللب ده بكام؟ 1000 جنيه. هبديك حقه. لو النبي كفي نفسك يا اخويا. لو انا جايبهولك عشان تدش ولا ينفعك في دراستك؟ كيتي وانت مش مفهماني ان مفيش حاجه بينك وبين مراد؟ انت قد ناقصك تجربه على فكره. هو انا اي واحد اقف معايا اهبل يبقى في بيني وبينه حاجه؟ ايوه بس انتي متربية وسطينا وعارفة كلام الناس عامل ازاي. لا ان كان على التربية بقى فانا متربية وسط ناس كتير قوي. فكرني انت انه ناس فيهم. ايوة اي كلمة بقى اقولها هتزعلي مني وتجيبيها فيا. اللب ده انا مش هدفع ولا مليم في تصليح. انت فاهم ولا لا؟ وبعدين بقى انت مالك انت اقف مع حد ولا ما اقفش؟ انت في بيني وبينك حاجة؟ ايوة صح. احنا مفيش بيننا حاجة فعلا. طب ما دام ايوه صح ومفيش بينا حاجه سيبني بقى في حال الله يسترك وخليك في حالك. نامت؟ بالعافية. البنت مرعوبة يا حلا. والله يا أنس والله ما كان ليا ذنب في اللي حصل. بلاش نفتح الموضوع ده عشان لو اتكلمنا فيها تسمعي مني كلام عمرك في حياتك ما سمعتيه يا حلا. وأظن دلوقتي مش ناقصة. صدقني يا أنس والله ما كان ليا يد في اللي حصل. أنت نفسك لما رحت له شفتي بقى؟ أديكي بتتصرفي في موضوع عمك هو من غير ما ترجعي لي يا حلا. أنت عرفت إزاي أنا رحت له؟ هو كلمني وقعد يعيرني باللي عمله معاك. ماشي. انا مش هتكلم معاكي في اي حاجه خالص غير لما حبيبه تفوق من اللي هي فيه، وبعد كده بقى نشوف مين مخبي ايه على التاني. Thank you.
استني يا انس ما تخرجش. حبيبه حبيبي حبيبي إيه؟ انت بتعمل ايه يا حبيبه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك يا بنتي في ايه؟ لازم نقفل الباب، انا خايفه احسن الحراميه يخطفوني. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش يا حبيبتي يا بنتي. ما تخافيش يا حبيبتي، مفيش حاجه. خليها تنام. تعالي ما تخافيش يا حبيبي، مالك ما تخافيش. هو أنا صح ولا غلط؟ يا ترى ده طريق الانتقام بجد ولا هيدخلني في قصة تانية؟ أنا خايفة لأتوه وأنسى الانتقام، خايفة لا يبقى مقابلاتي ليحيى غلطة تكبر ومعرفش داريها. في الأول كنت بركز أكتر من كده، دلوقتي بقيت بحب اتصاله حتى لو مردتش عليه. يا رب أعمل إيه؟ لو الموضوع ده باظ هخسر كل حاجة، هخسر ورثي وانتقامي، هخسر أنس. مالك؟ أنا مش هاجي الخروجة دي. ليه بس؟ كده مفيش حاجة عجباني أروح بيها. خلاص يا كيتي، وإحنا رايحين في السكة هشتري لك فستان. بجد؟ طب أنا شفت دكان وعجبني. هو إيه اللي عجبك بالظبط؟ الدكان ولا الفستان؟ الاتنين. كل ده يا أنس؟ كده يا أمن عشان حبيبة تطمن. أنا عارفة إن أنت مش طايقني من ساعة اللي حصل، بس والله يا أنس ده كان غصب عني. ما ضيع عمرك برضه كان غصب عنك يا حالة. عندك حق. الراجل ضيعكوا زمان وضيع عمك دلوقتي، كان لازم تبعد عنه زي ما قلتلك. أعرف منين إن هو ممكن يهبل كده؟ أعرف منين؟ وأنا بنتي مش أغلى عنده من إخواتك ومنك. كل ده يا حالة ومش واقف جنبك. أنا بس عايزك تسامحني لو أنا مقصرة معاك مع حبيبي. أنا في الآخر مليش غيرك يا أنس. حاضر يا حالة،
بس اصري معايا زي ما انت عايزه، انا اقدر استحمل. بس حبيبي لا، عشان خاطري بلاش دكتور ياسر. ظاهر ان انا دخلت العياده غلط. اهلا اهلا يا دكتور ياسر. اهلا انا الدكتور عبد الحليم. اتفضل يا دكتور. حاضر. اتفضل يا دكتور ياسر. حاضر. سرينا الجميل. ايه ده؟ انت خرجت من السجن امتى يا فتحي؟ خرجت من مده، واول ما خلصت فتره المراقبه قلت اجي لك على طول. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. حبيبي يا سرينا، من الاخر كده سرينا انا جالك في مصلحه، والمصلحه دي ما ينفعش تطلع براك. بس انا والله بطلت شغل. يد لقمه طريه وانت اولى باللقمه دي. حلال عليك يا صاحبي. ما تبقاش ضايق يا سرينا، وبعدين مش تعرف انا عايز اقول لك ايه الاول؟ ما انت اكيد مش جاي لي عشان ابيع ريفو يعني. انت قصدني عشان زبايني، صح؟ صح سرينا اخويا، وجاي لك برضه عشان انا عارف ان انت في ضيقه ومحتاج ملمين برضه تشوف بيهم نفسك، فقلت اجي لك. وبعدين ما انا عارف برضه البيرو غطاها سرينا. نقرا الفاتحه؟ والله لو احتجت حاجه هقول لك، بس بعد اذنك يعني يا فتحي ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني. ماشي.